هكذا أعزائي المشاهدين عبر قناة نيويورك عمل جديد، ننقل لكم هذه المباراة المثيرة بين المنتخب المغربي ومنتخب مالاوي. وزيش يتقدم في الدقيقة الثانية، يتقدم والهدف الهدف الأول في الدقيقة الثانية، وما شاء الله عليك يا زياش. نتمنى لو لعبت معنا في هذه المباراة يوم الثلاثاء 2022 في كأس أمم إفريقيا لكي نهزم المنتخب مالاوي. المهم الدقيقة 11، اذهب يلا 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 يلا. أوه كان الهدف الثاني مباشرة. النصيري ما شاء الله، النصيري كان متألق في 2018-2019، ولكن الآن لم نشاهد أي تألق في سنة 2022، لكن لا بأس نتمنى له الأفضل. يلا يا أشرف حكيمي، يلا 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 يلا، يلا. ما شاء الله عليكم يا أبطال، ما شاء الله عليكم يا أبطال. أي متعة ننتظر، عن أي لقاء سأعلق، عن أي أسماء سأتحدث، سأغني لمن وسأعلق لمن. وكما قلت لكم أصدقائي، نقول لكم هذه المباراة المثيرة بين المنتخب المغربي ومنتخب مالاوي، وهي لقاء الأبطال في كأس أمم إفريقيا. لقاء ينطق في اللحظات، لقاء السفاحين هيرفي رونالد ومدرب مالاوي الفرنسي، لقاء المجرمين مع زياج وريتشارد مابولو وهو وزعيم هذه العصابة المالاوية، ولقاء من يملك ثلاث رئات وليس اثنين مثل باقي البشر. هذا اللقاء قوي قوي جدا. هو المرابط ما شاء الله عليه رقم 16، ما شاء الله عليك المرابط، ما شاء الله عليك. الكرة الآن عند الحارس المالاوي، وهو حارس خطير خطير جدا، حيث صد كثير من التسديدات القوية من يوسف النصيري، من يوسف العربي، من راشد العليوي، من عزيز بوهدوس. عزيز بوهدوس كان تيتشير عليه شي تسديدات خطيرة، ولكن كان تيصدهم بطريقة احترافية. المهم أصدقائي، والدفاع ديال المنتخب المغربي دفاع قوي، ما كدوش عليه الكرة، علاش كانوا عنده شي دي اصحاب دفاع قويين بحال مروان داكوستا، بحال مهدي بن عطيه، بحال غانم سايس، بحال امين عطوش، بحال اشرف حكيمي. اشرف حكيمي هو لاعب خطير. بالهنده الكرة عند بالهنده، يرسل زياش، زياش يخدم داكوستا، داكوستا يعطيها في اليسار في الهجوم الايسر. مباراة جد جد حماسيه، مباراة ناريه 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 بكل المقاييس. يلا اشرف حكيمي، يلا اشرف حكيمي، يلا يا اشرف حكيمي، يلا ما شاء الله عليك يا اشرف حكيمي. والله اللي اصبحت بطل، اصبحت بطل في سنه 2018. لن تكون اتظن انك سوف تلعب مع ناديا اكبر، نوادي اكبر اصدقائي. تسديده رائعه من المرابط، نريد ان يلعب بتقنيات رائعه. يلا 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 يا زياش، ما شاء الله على زياش، والله زياش للاعب خطير، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. يلا 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 فار، والله مباراة رائعة، مباراة جد جد رائعة، والله مباراة رائعة. سي سي يلا يلا تسديدة تسديدة تسديدة. اوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليكم. كانوا هناك عدة فرص هجومية، كانوا لاعبين متيقنين من انفسهم، متيقنين تيشدوا الكرة تبارك الله، ما كيزقلوش الكرة ولا شي حاجة، ماشي بحال دابا في 2022 كنشوفوا الكعبي، كنشوفوا النصيري. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، بهذه الكلمة بهذا المصطلح، لا حول ولا قوة الا بالله. اسمع من يشد الكوري عارف كيفاش يتفاعل معها، كما تشاهدوا لنا. اللهم بارك وزد في ذلك، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. تسديده من زياش قويه جدا، كنت اتمنى يلعب زياش مع المنتخب المغربي، ولكن للاسف. الركنيه الان من فيصل فجر، يلا 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 نصيري، ما شاء الله عليه. كنت قادما تلقي زوب قفزات عالية، ولكن الآن لم نشوف أي قفزات. ما شاء الله على النصيري، ما شاء الله على النصيري، هذه هي قوة النصيري في الرأسية، في الرأسية كما تشاهدون. ويلا النصيري، يلا النصيري، أوه يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب أبهرونا بشي هدف ثاني. يلا يلا أوه يا النصيري، ما شاء الله عليك، رأس حربة ممتاز يا النصيري. هناك تسلل، أظن أن هناك تسلل أصدقائي، سوف نشاهد هناك تسلل أم لا، سوف نشاهد الآن. أوه هدف رائع، هدف رائع، أظن أن ليس هناك تسلل. النصيري ما شاء الله عليه، لاعب بامتياز، كان قادما يلعب جيدا، كان يمثل رأس حربة ممتاز، حيث تعطيه كرة وتكون متيقن أنه سيسجل الهدف. أما الآن رأينا، أصبحنا نشاهد نصيري آخر لا يعرف حتى إمساك الكرة، ولكن نتمنى أن يكون مع مباراة مالاوي، يكون ما شاء الله عليه، يكون لاعب أن يرجع لياقته.